بسم الله الرحمن الرحيم. تعديل بسيط على الفاتورة اللي كنا عملناها. احنا كنا عملنا فاتورة، لما بنكتب الفاتورة دي رايحة عند مين، كنا بنكتب الانفويس نمبر، كنا بنكتب اي تفاصيل، كنا لما بندوس الاركايف باتون كان بيحصل 3 حاجات: بيفضل الفاتورة وبياخد السامري اكتبه هنا اهي، وبيكتب التفاصيل هنا. احنا عايزين ياخد رقم الفاتورة يضيف عليه 1، يعني لو الفاتورة رقم 200 يبقى اللي بعدها 200. تغيير بسيط جدا في الكود. انا هروح بس سكريبت اديتور. الخانة اللي فيها رقم الفاتورة هي G4، فانا في الكود كنت حطيت G4، حطيت قيمتها في Y. فهاجي هنا بدل ما بعمل لها كلير، بدل ما بفضيها مكان كلير كونتنت دي، هكتب سيت فاليو. طبعا لو ما ظهرتش ارجع اكتب الدوت عشان الانتليسنس يشتغل، او اكتبها بايدي سيت بس الفاليو الفي كابيتال، وافتح قوس واقفله. ما بين القوسين هكتب واي زائد 1، واي اللي هي القيمه اللي انا حاطط فيها الفاتوره حاليا. بس كده، ده الكود اللي هيخلي رقم الفاتوره يتغير اوتوماتيك. نجرب كده. فاتوره رقم 200 اللي طلع لي ياسين اي حاجه، وفيها 3 حاجات. الفاتوره دي اجماليها كده 11000. لما بدوس اركايف هياخد السامري، يحطه في السامري اهو، وياخد الديتيلز في الديتيلز، وهيضيف 1 على رقم الفاتوره. المفروض ان احنا يعني نحول ده لسيستم فعلا، يعني مثلا لو في معلومه ناقصه ما يدخلش البيانات. بس خلينا شغالين خطوه خطوه كده عشان حتى تبقى الفيديوهات قصيره وفيها معلومه محدده. يعني السلام عليكم.